فعلا هناخد المداخلات، لكن هنكمل معاكم ارقامنا. الرقم اللي جاي مهم، يعني هو ما يخصناش في مصر لكن تعالوا نقيس عليه. 3 شهور فكر وتعال، ده الرقم اللي جاي. كان معروف كده انه في دولة زي لاس فيجاس مثلا، بحسب موقع دي ستار قالت كده انه لاس فيجاس اسهل دولة في العالم تتجوز فيها، تتجوز في دقائق. والدنمارك كانت واحدة من أسهل البلاد في العالم اللي بتتطلق فيها، بتملأ أبليكيشن كده على موقع إلكتروني بتدفع 70 دولار أمريكي وبتتطلق في الدنمارك. لكن يعني برضو حماية للأسرة ومفهوم الأسرة، إجراءات في وزارة الشؤون الاجتماعية الدنماركية قالت إنه الكلام ده هيتغير، فبتفرمل ظاهرة الطلاق وقالت إنه في 3 شهور مهلة للتفكير. إيه اللي المفروض يعملوه بقى؟ او في ال3 شهور ده هيحصل ايه؟ في ال3 شهور هيرجعوا لبعض، ويعني هياخدوا استشارات مجانيه اذا حابين يكملوا مع بعض. وبيستثنى من ال3 شهور بس الناس اللي ضحايا العنف الاسري او الخيانه الزوجيه. فالفكره لطيفه جدا، انه يعني بدل ما واحنا متضايقين من بعض كده مفيش حكم من اهله وحكم من اهليه، حاجه زي يعني اقتبسوها بقى خلاص، يعني عقالي يا بنتي كده من الدنمارك عقلها وما تطلقوش بسرعه يعني. طب ما فيش امل في مشكله الطلاق عندنا في مصر؟ مش فيش حلول ليها مثلا؟ احنا بقينا كتير قوي يا احمد فعلا، الطلاق بقى مرعب وبتسمعه بشكل كبير جدا يعني. تفوقنا بشده في الطلاق.